مساءكم خير. قبل ما ابتدي اتكلم معاكم النهارده عندنا يوم لطيف وفعلا مليان مبادرات تمهيديه، وكاننا هناخدكم كده في رحله لما هو قادم خلال الايام القادمه ولكواليس مؤتمر المناخ. بس قبل ما اتكلم عن مؤتمر المناخ وعلى الايام الحلوه اللي جايه، عايزه افكركم كمان بشويه ايام لطيفه فاتت. النهارده وقبل ما ادخل الاستوديو شايفه ان ناس كتير بتحضر مهرجان الموسيقى العربيه، من كام يوم كان عندنا مؤتمر اقتصادي وفي فعاليات كتيره جدا، لكن كمان ما ينفعش في وقت الفعاليات الكتيره والاحداث الكتيره ننسى انه في ناس النهارده واليومين دول بتساومنا على وطنيتنا، بتساومنا على احساسنا ببلدنا، بتساوم بظرف اقتصادي، بتستغل اوضاع اقتصاديه عالميه وتحاول انها تزرع فرقه. النهارده الجمعة بقى انتوا عارفين، ويوم لطيف كده، فكان عندي فرصة بتفرج على فيلم، كان في فيلم العار، اعتقد ان معظمنا اتفرج عليه وعارفه وشافه قبل كده عشرات المرات. النهارده انا تحديدا شفته بطريقة تانية جدا، لانه شفت مستوى الحوار بين الابطال، وهو في الاخر يعني من غير ما احكي قصة الفيلم، لكن ببساطة جدا شفت مستوى الكلام، وهو في الاخر يعني للي ما يعرفش الفيلم هو بيرصد الصراع الانساني في انه يختار ما بين الحق والباطل، الخير والشر، تعريفه للحلال والحرام، صراع كده عظيم وراقي جدا يعني. لكن اللي لفت نظري جدا مستوى الوضوح في المبادئ. يعني يلفت نظرك جدا انه من فتره مش بعيده، وبالمناسبه لسه الناس دي موجوده، الناس كانت شايفه جدا جدا يعني ايه خير ويعني ايه شر، يعني ايه حلال ويعني ايه حرام، يعني ايه أزمة ويعني ايه انتهازية، يعني ايه فرصة ويعني ايه حد يستغل هذه الفرصة بشكل سيء. كانت الحاجات واضحة، وده اللي بس نفسي اسيبه مع حضراتكم النهاردة. لو اي حد عايز يساومك كده على مبادئ يشوهها، يعني تبقى بتكلمه مثلا عن ظروف اقتصادية صعبة، وده طبيعي جدا جدا، فيكلمك عن بلدك ويضربك في بلدك ويحسسك انه الحل لهذا الامر هو انك تنقلب على ما اعز واغلى ما تملك في الحياه وهو الوطن والارض. بتفاصيل كتير ومساومه كتير، لكن في الاخر بتقولك انه احنا عندنا القدره اننا نوقف الحاله دي من الضبابيه في المعايير. ببساطه جدا ارجع اسال نفسك الاسئله المناسبه. هو أنا بتكلم في أزمة اقتصادية وتعبان شوية، وإيه اللي مطلوب مني أعمله؟ مطلوب مني أعمله لما يبقى عندي أزمة أني أشتغل أكتر، ولا لما يبقى عندي أزمة اقتصادية أني أساوم أكتر؟ على كل حال وبنفس الحماس اللي احنا بادين بيه الأسبوع ده، احنا سعداء جدا أنه النهاردة بتحتفل مصر كلها بمرور 100 عام على ظهور الكشف العالمي الأهم يوم 4 نوفمبر 2022. كان الكشف الأعظم وهو اكتشافات الأثرية لمقبرة توت عنخ آمون. النهاردة في الأقصر في احتفالية، ويتم إطلاق احتفالية كبيرة جدا على مدار الأيام اللي جاية احتفالا بهذا الكشف العظيم للمقبرة دي. المقبرة دي تعتبر الكشف الأثري الأعظم في التاريخ الحديث، لأنه مقبرة عثر فيها على 5400 قطعة أثرية، خليني أقول أبرزها طبعا وأشهرها بالنسبة لنا القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون. بكل التفاصيل الكثيرة اللي أثيرت حول هذه المقبرة، فضلت على مدار 100 سنة اللي فاتوا فضل هذا الكشف هو الكشف الأهم. اللي بيحصل في مصر بقى أنه في كل المحافظات بيتم عرض مجموعات من هذه القطع الأثرية في ترويج سياحي حقيقي بدأ وموجود حاليا في الأقصر. خلونا نروح لزميلتنا في الأقصر النهارده، المجلس الأعلى للآثار بينظم هذه الحملة الترويجية، وزميلتنا جيهان عبد الدايم مراسلة التلفزيون المصري موجودة هناك، نسلم عليها وتشرح لنا أكتر إيه اللي بيحصل النهارده في الأقصر، وإيه الفعاليات الاحتفالية بمرور 100 عام على الكشف الأثري الأعظم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. أهلا بيك يا جيهان. مساء الخير دينا، أنا بكلمك من
اهلا بيكي يا دينا. النهارده بكلمك من معبد الاقصر، ويا رب تكون الخلفيه واضحه يعني من خلفي علشان تعيشوا معانا الجو الجميل النهارده الساحر اللي بيحطنا في زمن الاجداد. بنتكلم على احتفاليه كبيره جدا بدات منذ الصباح بتفقد لمقبره الملك توت عنخ امون بعدد من السفراء من مختلف الدول الاجنبيه. بنتكلم على احتفاليه ضخمه اليوم في معبد الاقصر، النهارده بيحضرها اكثر من 500 مدعو من مختلف الدول مهتمين بجد ان هم يعيشوا معانا اللحظه الجميله دي. وزي ما تفضلتي وحضرتك قلتي ان كان هو يعني هذا الحدث الاكثر يعني عظمه والاكثر اهميه خلال القرن 21. النهارده بنكمل 100 عام لاكتشاف مقبره توت عنخ امون على يد العالم الاثري البريطاني هوارد كارتر. النهارده بنتكلم واحنا بنستمع للموسيقى وللفن الاوبرالي، ولكن هناك العديد من التفاصيل. يعني هنتكلم مع دكتور مصطفى وزيري امين عام المجلس الاعلى للاثار اللي هيوضح لنا النهارده هذا الحدث الهام والتاريخ. اهلا بيك يا دكتور، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذة دينا، السادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الأقصر في عرس. النهاردة الجمعة 4 نوفمبر 2022، بنحتفل بمئة سنة على اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون اللي اكتشفت في 4 نوفمبر 1922. الجميل النهاردة إنه العالم كله بيحتفل معانا في هذا العرس الرائع. الجميل ان النهارده سفراء العالم في مصر جم، بدات الاحتفاليه زي ما قالت الاستاذه جيهان تقريبا على الساعه 10 صباحا في قلب وادي الملوك قدام مقبره توت عنخ امون. ابتدينا نشرح، ابتدينا نتكلم عن معجزات هذه المقبره، واشمعنى المقبره الوحيده التي تم الكشف عنها ولم تسرق ولم تمس. طبعا عشان نعرف كلنا والساده المشاهدين انه بعد 200 سنه من حفر مقبره توت عنخ امون في قلب وادي الملوك، جه الملك رمسيس الستة وعمل مقبرته فوقيها، فكل الرديم اللي طلع من مقبرة رمسيس الستة غطى بالكامل مقبرة توت عنخ آمون. المهم انها اكتشفت الحمد لله، اكتشفت كاملة في 1922، والحمد لله الحمد لله اكتشفت تقريبا كاملة. بنتكلم على أكثر من 5000 قطعة بالضبط، 5398 قطعة أثرية داخل أصغر مقبرة في وادي الملوك. بعد زيارتنا لمقبرة توت عنخ آمون اتحركنا لبيت كارتر. لما اتحركنا لبيت كارتر هناك اتعمل إعادة افتتاح لتطوير منزل كارتر، وكان افتتاح هايل الحقيقة. اتحركنا بعد كده على بعض محاضرات استمعنا ليها من دكتور زاهي، ثم جينا على هنا على معبد الأقصر، احتفالية رائعة. في الحديث عن توت عنخ آمون، لو احنا اتكلمنا عن أكثر من 5000 قطعة أثرية، بنتكلم على تقريبا ما يقرب من 4500 تم نقلهم بالفعل للمتحف المصري الكبير، وجاري تباعا نقل باقي القطع الأثرية إن شاء الله. احتفالية هايلة جدا جدا جدا، قدرنا نلفت أنظار العالم للاحتفاليات دي. كان عندنا من بضع أشهر احتفلت 100 سنة إيجيبتولوجي، 100 سنة إيجيبتولوجي، ودي حاجة طبعا علم المصريات، وكانت حاجة الكل بيشيد بيها. الحمد لله النهاردة احتفالية، احتفلنا قبل كده في حتشبسوت بستيفانو ريتشي، عندنا احتفالية كبيرة جدا في شهر 12 ديور، ودي الإيفنتات فعلا اللي بدأنا نسلط الضوء على السياحة الثقافية. المهتمين دكتور مصطفى وزيري ان هم يحضروا الحدث ده، كانوا ايضا عرفنا ان هم مهتمين يعرفوا اسرار عن الملك توت عنخ امون، معلومات محدش عرفها، واحنا حابين ان هي تكون حصري للتلفزيون المصري. ماشي. توت عنخ آمون، ودي مهمة جدا نتكلم عنه، هو تولى الحكم 9 سنين، مات عنده 18 سنة تقريبا. توت عنخ آمون لما في 5 يناير 2005 طلعنا الموميا عشان يتعمل عليها السيتي سكان، أشعة مقطعية، نعرف السبب الحقيقي لوفاة توت عنخ آمون. الحقيقة بعد آلاف من التصوير عرفنا أن توت عنخ آمون قد كان في رحلة صيد بعجلة حربية
العجلة اللي على الشمال يبدو انها ركبت على حجر اتعورت اتكسرت، المهم ان هو وقع وقعتين، اول وقع على ركبته الشمال فحصل كات جامد، ثم على راسه حصل تقريبا ما تسمى كوما اغماء، المهم ان توت عنخ آمون مات تاني يوم من هذا الحادث. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها على توت عنخ آمون، السيتي سكان قال لنا ان توت عنخ آمون كان عنده ما يسمى بالسيفير ملاريا صعبه جدا، وعنده هشاشه جامده في العظام بالرغم من صغر سنه. ده كان بيفسر لنا حاجات احنا ما كناش فاهمينها. من ضمن مقتنيات توت عنخ آمون ال 5398 قطعه اتلقى ما يقرب من 130 عكاز كان بيستخدمهم توت عنخ آمون في حياته، فواضح انه تماما انه كان عنده مشاكل صحيه. عنده حاجة تانية ظهرت معانا في السيتي سكان، ظهر إن هو عنده ما يسمى بالباكتيث أو الضب. الحاجة التالتة كان عنده فلات فوت في رجله اليمين. أنا أستاذة جيهان عايز أرجع أسألك، تشوه في آخر صباعين من أصبع رجله. أستاذة جيهان عاوز أرجع أسألك وسؤالي لدكتور مصطفى الوزيري فيما يخص هذا الترويج العظيم للفعاليات السياحية في مصر. مهم جدا أن دكتور مصطفى كمان يقول لنا حجم الحضور اللي جاي مخصوص اللي يشهد هذه الاحتفالية بمرور 100 سنة. السياحة الثقافية اللي دكتور مصطفى تكلم عنها بتكون مرتبطة بالمناسبات، حجم الحضور قد إيه؟ الأعداد تقريبا قد إيه؟ احنا عارفين أنه ده من أهم مواسم السياحة في الأقصر. أكيد دينا، يعني بتسأل حضرتك دكتور مصطفى بتقول لك حجم حضور المدعوين اليوم في هذا الحدث التاريخي الضخم، وأيضا أجندة مصر في السياحة الثقافية خلال الفترة اللي جاية، واللي أكيد الحدث ده برضو هيكون له مردود عليها خلال الفترة اللي جاية. الحمد لله كان أولا سفراء، أغلب سفراء العالم في مصر كانوا موجودين في الحدث بتاع النهاردة الصبح ده، جنسيات مختلفة من كل الدول العالم كانوا موجودين النهاردة في وادي الملوك. البعثات الأجنبية العاملة في مصر كلها كانوا موجودين، وغالبا اللي كانوا بيشتغلوا هنا في الأقصر غير اللي كان جم كمان من القاهرة. لا، عدد كبير جدا من السائحين والزائرين على مختلف جنسياتهم كلهم الحقيقة كانوا موجودين، وكانوا بيشعروا بالفخر انه بعد 100 سنة هنا بيحتفلوا باكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، وده حدث مهم جدا جدا جدا. طيب، في عندنا أجندة؟ طبعا عندنا أجندة فعاليات مهمة جدا جاية في الفترة القليلة القادمة. عندنا الحمد لله هيبقى زي ما قلت لحضرتك والسادة المشاهدين، عندنا عرض ديور ده برضو عرض فاشن إن شاء الله هيتعمل في الهرم على غرار اللي احنا عملناه قبل كده هنا في حتشبسوت اللي هو بتاع ستيفانو ريتشي، وقدر يسمع عالميا بشكل غير عادي، الناس كلها بتتكلم عليه. عندنا بعض اكتشافات أثرية إن شاء الله هنعلن عنها قريبا بإذن الله تعالى، ودي برضو الحاجات اللي بتشد قوي الزائرين أو السائحين من مختلف جنسيات العالم، وخاصة في نوع من السياحة بيسميهم ريبيترز اللي هم كانوا جم قبل كده وبيحبوا يشوفوا كل ما هو جديد في علم الآثار، ده اللي بيتم تباعا. وعندنا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. شكرا. يمكن دينا سرد دينا دكتور مصطفى وزيري اللي بيتم النهاردة واللي هيتم خلال الفترة اللي جاية، وأيضا لا نغفل الحديث عن كارتر اللي هو المكتشف لهذه المقبرة واللي كان يعني ليه اسمه في التاريخ المصري والحضاري. أرجو أن احنا نكون غطينا بقدر من المعلومات عن هذه الاحتفالية الضخمة واللي قد إيه ساحرة والقد إيه جميلة والقد إيه فعلا الأقصر محظوظة أن بتتم فيها مثل هذه الأحداث التاريخية الهامة. بشكرك شكرا جزيلا جيهان عبد الدايم مراسلة التلفزيون المصري، وكل الشكر للدكتور مصطفى وزيري اللي طول الوقت حماسه في الحديث عن الآثار بينقل لنا كده حالة من الشغف. زي ما قالت زميلتنا جيهان، هوارد كارتر المقتنيات بتاعته ومنزله اللي تم تجديده وافتتاحه على هامش هذه الاحتفالية من الحاجات المهمة. احنا شفنا كمان لقطات من ده. بعد دقائق هنرجع نتكلم مع حضراتكم عن كيف يفكر العالم، ومش بس كيف يفكر العالم، ايه اللي بيحصل في العالم. بعض الناس فاكره لحد دلوقتي ان مناقشه التغيرات المناخيه رفاهيه، ما
بعد الفاصل وعلى مدار الحلقة هنتكلم قد إيه أنه مناقشة التغيرات المناخية هي حتمية أو نقدر نقول أنها معركة بقاء ووجود. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسعة. مرة تانية مساءكم خير. هفكر حضراتكم كده بدايما لما بنتكلم عن مبادرة حياة كريمة أو المشروع القومي الأكبر في العالم بالمناسبة حياة كريمة، الأهداف بتاعته، لأنه بعضنا بيقول أنا ما طالنيش التطوير في حياة كريمة، ما طالنيش التحول الكبير اللي احنا بنشوفه في التلفزيون ده كل يوم. هو الحقيقة أنه فعلا المستهدف من مشروع أو المستهدفين قطاعات المستهدفة من حياة كريمة هو تحديدا كده، هي بتسمى كده في علم الاجتماع، القطاع اللي تحت خط الفقر. تخيل أنه عندك في مجتمعاتك حد اسمه تحت خط الفقر. يعني إيه تحت خط الفقر؟ يعني حاجة تخص معدلات الدخل، شكل البنية التحتية، شكل البيت اللي عايش فيه، التعليم اللي بيتلقاه، الرعاية الصحية اللي بيتلقاها، أقل 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 من أن نسميها حتى مستوى فقير. فده كان الهدف الأساسي من حياة كريم، إن هي ترفع هذا المستوى، ترفع المعدلات. إذا نجحت إنك تاخد حد تنقله من تحت خط الفقر إلى خط الفقر، هو من عند النقطة دي يقدر يتحرك ويشتغل وينتج ويجتهد ويبدأ النتاج الإنساني ليه يبقى ليه أثر. لكن قبل كده لا، ما يقدرش، الحقيقة ما يقدرش. مبادرة حياة كريمة، الصور اللي احنا شايفينها على الشاشة هي أقل ما يمكن أن يقدم للمواطن المصري أو لرأة مصر، أنه لا يليق أنه يبقى فيه مصريين ما عندهمش الخدمات الأساسية في الحياة، وحدة صحية، مدرسة جيدة، بنية تحتية أساسية، مية، صرف صحي، الأمور الأساسية دي اللي زي ما بقول لحضراتكم كده بتحط البني آدم فينا على بداية الطريق. دكتور مصطفى مدبولي قدم تقرير مهم جدا عن حياة كريمة وتكلم عن معدلات الفقر دي اللي احنا بنحكي عنها. معدلات الفقر سجلت انخفاض بنسب بتتراوح ما بين 10 إلى 14% في قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة. أكد كمان دكتور مصطفى أن معظم القطاعات والصناعات المستهدفة في المبادرة حققت معدلات تنفيذ عالية ضمن الإطار الزمني المحدد. طب إيه هي المشروعات اللي كانت مستهدفة؟ المدارس والبنية الأساسية للتعليم بنسبة أكتر من 95%، وأيضا الوحدات الصحية بنسبة 90%. تفصيلة 10% أو 14% دي معناها إيه؟ بعضنا ما يفهمش غير بلغة الأرقام، وبعضنا ما يفهمش قوي الأرقام دي يعني بتعبر عن إيه. فعشان كده هنسأل وناخد المعرفة من دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك دكتور مصطفى. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ بخير الحمد لله، وكل ما بسمع حاجة عن حياة كريمة الحقيقة ببقى سعيدة جدا وبخير جدا. عايز أسأل حضرتك عن المعنى اللي نقدر نفهمه الملموس لفكرة أنه يرتفع أو تنخفض معدلات الفقر بنسبة من 10 إلى 14%، بتتحسب إزاي؟ معناها إيه بشكل بسيط؟ شوفي يا فندم، أولا خلينا نوصف برنامج حياة كريمة. ده برنامج قومي كبير من المشروعات القومية اللي بتسمى إصلاح اجتماعي من مستويات الفقر فعلا المضجع. زي ما حضرتك تفضلتي ان القيادة السياسية الدولة رأت ان يكون في برنامج لإصلاح المجتمع مش محدود الفقر، لا، الفقر اللي أقل من مستويات الفقر المعلنة كمان، بالضبط تحت خط الفقر، بالضبط وصفته الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية اللي هو بيسمى بالفقر المضجع أو اللي هو تحت مستوى الفقر، اللي هو في حدود أقل يعني من 2 دولار مرتبه أو مصروفه اليومي، وطبعا ده رقم مسجل بقاله كذا سنة، فيعني رقم زهيد جدا لمستوى معيشة أسرة أو مستوى معيشة دخل بعض من الأشخاص. وهستوضح حاجة في النقطة دي يا دكتور مصطفى، مش بس كمان الدخل، لكن هل هي كمان مستوى المعيشة، الخدمات المقدمة ليه اللي بتساعده حتى على أنه يقدر يكسب أكتر من كده؟
احيي حضرتك. هو بقى ده الشق اللي مصر تبنت واشتغلت على هذا الجانب. صحيح ان مستوى الدخل مضجع بالنسبه لفرد او لاسره، ولكن كمان الخدمات اللي بتقدم ليه وبتسمى الاعانات والتشغيلات اللي هي الخاصه به، سواء شغل يعني، سواء وسيله انتقال، التعليم متدني، الصحه مش موجوده، الصرف او المياه، كل ده تقريبا معدم في كثير من بعض من المناطق داخل جمهوريه مصر العربيه. علشان كده السيد الرئيس لما تبنى هذا الفكرة قال أنا هعمل مشروع كبير اسمه برنامج حياة كريمة، هيكون ليه عدد من الأطر ترفع مستوى الدخل للمواطن، دخل مباشر ودخل غير مباشر. دخل المباشر يعني إيه؟ يعني هيبتدي يزود جزء من المرتبات، هيخلق له فرص عمل يشتغل في القرية أو في المدينة أو في المنطقة الخاصة بيه، هيحصل على دخل، هيبتدي يصرف على أسرته. ده جانب. طب الجانب الآخر اللي بتقوم بقى بيه الدولة، توصل له تعليم، توصل له مرافق للصرف الصحي، توصل له كمان يعني وحدات صحية، فتزيد من مستوى الخدمة، فتقلل من عليه تكلفة المعيشة. بدل ما كان بينتقل من قرية للمدينة عشان يعالج، أو لا قدر الله يكون في احتياج لأي مستلزمات، فبيتحمل تداعيات مالية كبيرة، فالدولة بتوفر له كل المستلزمات الأساسية اللي هي بتعتبر بداية من التعليم والصحة حتى وصولا للخدمات الأخرى بقى، سواء بريد، سواء مصالح تجارية أو مصانع بالفقر أو ما شابه لذلك. إزاي يا دكتور بنقيس انخفاض معدلات الفقر؟ يعني إيه المعايير اللي بيقاس بيها ده؟ بمنتهى البساطة خالص يا فندم، كلما ارتقى مستوى الدخل للأسر دي عن طريق الخدمات وطريق المستوى الدخل اللي احنا بنتكلم عنه، كلما ارتفعت معدلات أو قلت معدلات الفقر بالنسبة لبعض من الأسر. وعندي كمان سؤال تاني عن الربط بين حياة كريمة ومبادرة ابدأ. بحسب فهمي البسيط انه احنا كمان بعد ما نخلص البنية التحتية احنا عاوزين في هذه القرى يبقى في مشروعات صناعية، هل ده ممكن يشيل حمل وعبء كبير من على أجهزة الدولة في استمرارية دعم وتقديم هذه الخدمات؟ بكل تأكيد في ربط كبير جدا يا فندم. الدولة بتحاول تربط مكونات التشغيل داخل الدولة بعدد كبير جدا من المبادرات. يعني مبادرة حياة كريمة دي بتشغل عدد كبير جدا من المواطنين وبيكون لهم مردود مادي، فبترفع من مستوى المعيشة الخاصة بيهم. مشروع ومبادرة ابدأ اللي هي كمان بتحاول تخلق فرص عمل وبتساند الدولة عن طريق المبادرات دي بتكوين مشروعات حتى لو متناهية الصغر. وأيضا الدولة كمان ما ننساش ان في توفير لفرص عمل في بعض من المشروعات القومية، فده بيحاول مصر بتنتج فكرة او اطروحة ازاي نحول الاقتصاد كله عن طريق ان احنا يكون اقتصاد تشغيلي، ان احنا كلنا بنشتغل فبيكون لنا مردود مادي، فالمستوى المعيشه بيتحسن جزئيا. والجانب الاخر كمان ان هي بتساند الدوله لكثير من الاسر عن طريق الدعم المادي او الدعم التمويني والبطاقات التموين، فده بيحاول يعني زي ما بيسمى كده تخفض مستوى التضخم بالنسبه لهم، تقلل حده التضخم بالنسبه لكثير من الاسر. انا الاطروحه يا فندم بنفسها الفكره. اتفضل. شكرا يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي، والحديث عن وضع اقتصادي ثم محاوله معادله هذا الامر، وهو بالتالي بالتاكيد تخيل كده، يعني انا ساعات بحس اقول في حاجه يا جماعه كده اسمها الذنب الاجتماعي. الذنب الاجتماعي ده شعور بيجي عند الناس الاصحاء والاسوياء، اللي هو ايه؟ لو انا لاقي اكل واشرب واشتغل، تعبان شويه اقتصاديا، متاثر بالظرف العالمي، لكن انا عندي الثلاثه دول وعايش في بيت كويس وحالتي مستقره، فانا كل اموري تمام. ممكن بقى اقول ايه؟ ولا يهمني حد تاني. لكن الناس الاسوياء بيقول طب وغيري اللي الوضع الاقتصادي وقع منه واحده من دول، وقع منه محل سكنه، وقع منه شغله، علاجه، حاجه من الحاجات الاساسيه المستلزمات الاساسيه في الحياه. فبطبيعه الحال بيبقى الواحد طول الوقت عنده احساس بالذنب الاجتماعي، وانا اقدر اعمل ايه للناس دي؟ اللي تقدر تعمله انك تدعم ما يقدم لهم، او تدعمهم مباشره طبعا لو تقدر. فعشان كده لما بنتكلم عن اهميه حياه كريمه حتى لغير المستفيدين بيها، بنتكلم الناس الاسوياء الطبيعيين اللي قادرين يفهموا المعضله نفسها. الموضوع كبير جدا
جدا جدا، اكبر من تصور اي شخص فينا بعيد عن الصوره او ما زارش الناس دي وما زارش البيوت دي. عشان كده كل نجاح بيحسب لينا كلنا انه نجاح كبير وفعلا فرحه حقيقيه. بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم، او زي ما اتفقنا كده هنروح في رحله من الاسئله، لانه احنا محتاجين نفهم ايه الجدوى العظيمه، ايه الاهتمام العالمي ده، هو ليه كل دول العالم بتجتمع سنويا لمناقشه التغيرات المناخيه؟ هي موضه جديده ولا ايه؟ حقيقه انها حتميه جديده وعلينا جميعا ان نتحرك. بعد الفاصل نتكلم مين بيتحرك على كافه المستويات، كيف يتم التحرك. مساءكم خير. واحنا بنتكلم عن كل العالم المهتم، إذن كل الحلول المقدمة الممكنة لمواجهة التغير المناخي هي مطروحة ومقبولة ومهم جدا مناقشتها، لأنه احنا بنتكلم عن ارتفاع في درجة حرارة الأرض ممكن أنه مش بس يؤثر سلبا، وهو بيؤثر سلبا حاليا، إلا أنه ممكن يغير شكل الحياة وينهي الحياة التي نعرفها على أجزاء كبيرة من الأرض. يعني الموضوع خطير جدا. فعلشان كده واحنا بنتكلم عن تغير المناخ، مثلا الأسبوع اللي فات كان معانا اتكلم عن إزاي مناقشة تغير المناخ بالفن، هتلاقوا بالرياضة، هتلاقوا التجارة، الصناعة، كل الناس مشغولة بده، وكل من لديه حل يقدمه واجب عليه أنه يقدمه. فبسبب ده اتطرح سؤال كبير جدا، طب احنا في العالم كله بنتكلم عن التحول او ازاي الذكاء الصناعي ممكن يقود العالم في تغيرات كتير، طب هو يقدر يقودنا كمان في انه يحل ازمات كبرى زي ازمه التغير المناخي؟ الذكاء الصناعي، الماشين ليرنينج، او ازاي اغذي الماشين ببيانات تساعدني على انها الاقي حلول، الفكرة دي كلها أعتقد أنها ممكن جدا تكون من الحلول المطروحة جدا. السؤال الكبير بقى، إزاي ممكن نربط بين الذكاء الصناعي وقضية تغير المناخ؟ هل حجم المعلومات المقدمة لكل الآلات اللي ممكن تساعدنا ممكن كمان يخرج عنها نتائج؟ بالمناسبة كل علماء العالم بيجتمعوا في هذا الأمر وبيتكلموا وبيطرحوا حلول، وأيضا ده من أهم الموضوعات اللي بتطرح في COP27 إن شاء الله في شرم الشيخ. إحنا سعداء جدا بقى أنه بينضم إلينا من تونس الأستاذة مها الجويني، رئيس المركز الأفريقي للذكاء الاصطناعي، اللي ممكن تقول لنا عناوين رئيسية كده نقدر نفهمها عن إيه الحلول اللي ممكن تكون مطروحة بتقنيات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تساعد في دعم قضية المناخ. مساء الخير أولا أستاذة مها. عسلامة، أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي. أنا مها جويني، مقيمة في موريتانيا وأشتغل في القارة الإفريقية في مجال سياسات الذكاء الصناعي، وأحدثكم من تونس. شكرا لاستضافتي، وخاصة للنقاش وللحوار حول دور التكنولوجيا، دور الذكاء الصناعي في لإيجاد حلول فيما يتعلق بالذكاء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، وخاصة أنا تونسية ومقيمة في تونس، وأعلم جيدا أنه التغيرات المناخية هددت بالأمن الغذائي الوطني التونسي، هددت بالثروات البحرية في تونس، تهدد بحياة التونسيين، الأمر ليس بهين. وهو بوافق يعني حضرتك جدا، وأزيد أنه أفريقيا هي القارة الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية لكنها الأكثر تأثرا. عايزة برضو رأي حضرتك في الموضوع ده. طبعا هو الفكرة ومؤسف، هي نحن نقع على جنوب البحر المتوسط، ومنطقتنا من أكثر المناطق جغرافيا تواجه معضلة الاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة وعدم قدر وانخفاض نسبة الملوحة في وانخفاض نسبة الملوحة والمياه في التربة، والأمر الذي يجعل من تكلفة الزراعة غالية وباهظة جدا، بالإضافة لتضرر قطاع السياحة
في منطقتنا، نتحدث على تونس، يعني الخسارة في مجال السياحة وصلت ل 3.6 مليار دينار تونسي، بالإضافة لتهديد الثروة البحرية بسبب ما نواجهه من تغيرات مناخية. فهي أوكي نتفاهم القارة الإفريقية الأقل تغييرا، لكننا نحن على شمال القارة ونحن الأكثر عرضة، وشفنا الفيضانات والكوارث البيئية في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا، وهذا الأكثر سوءا لأن ليبيا تتعرض لمعضلتين: تغير مناخي مع حرب أهلية مع هجرات داخلية. فكل هذه الإشكالات يمكن أن نحلها بكفاءاتنا الوطنية، وليس لنا إلا مراكز البحث الوطنية وأيضا خططنا الوطنية للذكاء الاصطناعي، لأن تجربة استيراد التكنولوجيا من الخارج لا تؤدي دائما بنجاحات، يعني التجارب التي وقعت في الصين لا تصح إلا في البيئة الصينية. أنا مع أنه مراكز بحثنا هي التي تمول وهي التي تجد لنا الحلول، وهذه بس مشكلة يا أستاذة وهذا نعم. بس عاوزة أسأل نعم. حضرتك هنا عن نقطة مهمة جدا، أنه قضية التغير المناخي هي قضية عالمية، حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا يعني إذا صح التعبير ملكياتها الفكرية عالمية، يعني من يملك المعلومة والتقنية والحل سيقدمه للعالم كله بلا شك. ومن هنا عايز أسأل حضرتك تحديدا، اشرحي لنا واشرحي للمشاهدين يعني إيه أنه سياسات الذكاء الاصطناعي ممكن أن تكون هي الأمل أو هي عندها بعض الحلول لقضية المناخ أو الاحتباس الحراري والقضية الأهم والأخطر. الصراحة أول تجربة لازم نتحدث عنها هي تجربة الكرايسيس ديتكشن، أنه الخوارزميات تقدر تقول لك هل تقدر تستبق الكارثة. نحن تحدث عنا فيضانات ولكنها تأتي فجأة، ليس لدينا تلك التقنيات المتطورة التي تستبق حدوث الكارثة البيئية. وهذا ما نحتاجه فعلا بصراحة. فكرة أيضا استخدام التكنولوجيا في قطاع الصيد البحري، أنه التكنولوجيا تقدر تقول لك هل هذا المكان متضرر أم لا، منسوب المياه، تأثر الحرارة به، حتى العاملين في هذا المجال يقدروا يتعاملوا فيه. أيضا الذكاء الصناعي قادر يساعد على إيجاد حلول للتلوث، لأنه نحن في دول الله غالب نواجه الكثير من ظواهر التلوث الصناعي، بالإضافة مع غياب الوعي لنا لمتساكنين شمال أفريقيا وأفريقيا عامة، لأنه جزء من إيجاد حلول للتغيرات المناخية. وأنا أحيي الحكومة المصرية والدولة المصرية لاحتضانها لقمة تغير المناخ، لأنه الوعي بقضية تغير المناخ هو الحل الأول. ثانيا أحيي مصر لإطلاق هذه الخطة الوطنية للذكاء الصناعي ولمراكز البحثية في مصر لدعم تكنولوجيا الذكاء الصناعي، لأنه كيف ما قلت قادر يقول لك على المشكلة قبل وقوعها، أيضا يجد حلول أقل تكلفة، لأنه طبعا هي مشكلة عالمية كما ذكرت سيدتي، ولكن في التغيرات المناخية أثبت لنا أن الدول القادرة على صناعة التكنولوجيا والدول التي لديها اكتفاء ذاتي والتي لديها من العتاد ستتمكن من تجاوز المسألة. إذن الإشكال هو فينا نحن دول الجنوب، الدول التي عليها أن تستثمر حاليا في العلم، والدول التي عليها أن تسعى وتعمل على أن تكون جزء من الحل. بشكرك وبشكر هذا الإحساس العميق بالقدرة، أعتقد أنه ده بينقصنا ويهم جدا جدا أن نمتلكه. الأستاذة ما بتكلم بهذا القدر من الحماس، الحلول يجب أن تأتي من عندنا من الداخل، وأننا نمتلك القدرة على تقديم هذه الحلول. كل الشكر الأستاذة مها الجويني من تونس، رئيس المركز الإفريقي للذكاء الاصطناعي. حلول الأستاذة ما بتكلم عنها احنا بنتكلم فيه انبعاثات كربونية خطيرة جدا بتهدد المساحات الخضراء في العالم، فالذكاء الاصطناعي ممكن بمساعدة اننا نديله بيانات كافية يطلع لنا منتجات ليها انبعاثات كربونية اقل.
الذكاء الاصطناعي يساعد في ما هو اسمه جيو فاينانس او التمويل الجيوغرافي، يساعد في امور لها دعوه بتقليل الكربون دايوكسيد في العالم، بيساعد في امور كثيره جدا جدا زي ما ذكرت واتكلمت استاذه مها. القصد اننا بنقول انه لهذا يجتمع رؤساء العالم، لانه الامور زي ما حضراتكم كده شايفين ومتابعين مش قصه مبادره فرديه، فمصر هتعمل مبادره فتقلل الاحتباس الحراري في مصر، لا تنفعش. تونس هتعمل مبادرة فتقلل الاحتباس الحراري في تونس، مستحيل. العالم إن لم يجتمع هذه المرة فالعالم كله في خطر. بعيدا بقى عن الخطر والكلام الصعب ده، تعالوا نروح شوية إلى عالم الكرة اللي ساحر دائما ورموزه اللي طول الوقت هم يعني الرموز، يمكن المثل الأعلى لكثير من الشباب، مدافع برشلونة الأسباني جيرارد بيكي أعلن اعتزاله كرة القدم. الخبر ده مهم جدا لأنه بيكي بقاله 14 سنة في صفوف الفريق الأول لبرشلونة، وهو نشأ وبدأ في أكاديمية برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر ورجع مرة تانية برشلونة في 2008. اللي نعرفه كمان عن بيكي معلومات وأرقام كبيرة، أنه لعب حوالي 600 مباراة مع البرسا، يعني فاز بعديد وكتير قوي من البطولات في هذه المسابقات. وقبل ما يعلن اعتزاله كان حواليه كده مشاكل كتير، أعتقد أنها شخصية ومشاكل كمان داخل الملعب، من ضمنها كانت خروجه من التشكيلة الأساسية للفريق وفكرة الانفصال الأشهر عن شاكيرا، وقصص كتير عملت جدل حوالين شخص مهم ملهم لكتير أو لملايين من المشجعين. الحاجة الغريبة بقى أنه أعلن عن نيته للترشح لانتخابات رئاسة نادي برشلونة سنة 2026، وفكرة التخطيط المبكر دي يتميز بيها الغرب. خلينا نفهم بقى التفاصيل دي كلها وحياة النجوم دي بعد الاعتزال شكلها عامل إزاي. متشرفين أنه معنا الناقد الرياضي الأستاذ أحمد فوزي، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل عليك، أهلا وحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. بيكي طبعا يعني بالنسبة لبعضنا هو يعني رمز من رموز الكرة في العالم، لكن ايه كمان اللي ما نعرفوش عن حياة هؤلاء النجوم؟ اولا عايز اسألك عن توقيت الاعتزال، هل ده اعتزال في الوقت المناسب، اتى متأخرا، لا كان ممكن يكمل يلعب شوية كمان، ايه رأيك في هذا التوقيت؟ الحقيقة ان قرار بيكي الاعتزال في نص الموسم كان قرار مفاجئ جدا جدا في توقيت مفاجئ؟ مفاجئ جدا طبعا، لأننا في منتصف الموسم، يعني كان ممكن يكون منطقي لو في بداية الموسم قبل بداية الموسم ان هو خلاص شايف ان هو كده وصل للنهاية، او لو طلع وقال ان الموسم الحالي هو الأخير ليا في مسيرتي، ده اللي احنا معتادين عليه، انما ان حد يطلع يقول ان انا قررت الاعتزال في نص الموسم وان الماتش الجاي هو آخر ماتش ليا، فطبعا بتبقى شيء مفاجئ، يعني مش ده اللي بيحصل في الطبيعي يعني في كرة. وفي تفسير لده، يعني هل تعتقد انه في تفسير شخصي او اداري ممكن يكون وراء هذا الاعتزال المفاجئ؟ ما هو هو اي نعم هو قرار مفاجئ، ولكن اعتقد ان هو قرار سليم برضه. ليه؟ لان بيكي فعلا وصل لمرحله من سوء المستوى الفني ما قد يتسبب في محو تاريخه اللي صنعه واللي حضرتك بتتكلمي عنه على مدار السنوات الماضيه. جيرارد بيكي انا بعتبره واحد من انجح المدافعين في التاريخ، يمكن هو مش في صلابه مالديني ونيستا وابشتام والاسماء التاريخيه اللي احنا معتادين عليها من طفولتنا، وان هي صنعت ارث من في كره القدم وشعبيه كبيره كمان للعبه وللكره الدفاعيه مش بس لنفسها، ولكن بيكي اذا نظرت لارقامه واذا نظرت لدوره كمان في تحقيق البطولات اللي حققها هتلاقي ان هو مفيش حاجه ما خدهاش، هتلاقي انه مع برشلونه اخذ 3 دوري ابطال اوروبا واخذ 4 بشكل عام اذا اضفنا دوري ابطال اوروبا اخرى احرزها مع مانشستر يونايتد، هنلاقي انه حقق كاس عالم ويورو مع منتخب اسبانيا اللي هو تاريخ اسبانيا كله تقريبا في كره القدم، هنلاقي ان هو حقق بقى عدد القاب لا يحصى من البطولات سواء مع مانشستر يونايتد او مع برشلونه بعد ذلك. ما هو انا فاهم حضرتك استاذ احمد ده فيما يخص تاريخه، لكن انا عاوز اسال حضرتك حاليا، هل تقدر تصنف انه بيكي في قمه تالقه فده توقيت مناسب للاعتزال؟ لا طبعا، انا كنت لسه بتكلم ان هو وصل لمرحله من السوء قد تمحو تاريخه، عشان كده هو قرار سليم. بالتالي لا طبعا، هو حاليا هو حتى مش من افضل المدافعين في برشلونه، مش هنقول في العالم، عشان هو لما قعد مع تشافي قبل الموسم فكانت القعده ان هو انت المدافع
الخامس عندي في الفريق. طيب في خبر كده يخص حياته الشخصية، هل برضو تعتقد ان هو السبب وراء تراجع مستواه او قراره بالاعتزال؟ فكرة تعاقد برشلونة مع سبوتيفاي والاخبار انه في لوجو يخص زوجته السابقة او شاكيرا، هل الموضوع شخصي للدرجات دي؟ وهل ممكن ان تسير الامور هكذا في عالم المحترفين جدا اللي احنا دايما بنبص ليهم على انهم مثل في الاحتراف؟ وطبعا مفيش حاجه اسمها ان هو بسبب تعاقد برشلونه مع سبوتيفاي فبيكي قرر اعتزاله. في سبوتيفاي حط او هتحط اللوجو بتاع شاكيرا على التيشيرت، وقبلها كانت حاطه مثلا المغني اللي هو ديريك على التيشيرت برده في مباراه الكلاسيكو امام ريال مدريد. ده عقد مبرم ما بين النادي وسبوتيفاي من قبل حتى ما بيكي ان هو انفصل عن شاكيرا. ولكن قد طبعا يكون الانفصال في حد ذاته احد اسباب تراجع مستوى بيكي ده، ربما لان في الاخر هو لاعب الكوره بشر، البشر بيكون عندهم مشاكل شخصيه اكيد ده بينعكس على حياتهم المهنيه، ملهاش علاقه بقى اللاعب محترف ولا لا، في الاخر كلنا بشر. فطبيعي ممكن يكون سبب ولكن مش التعاقد مع سبوتيفاي طبعا. اعتقد ان بيكي في النهايه هو ذكي ان هو اختار ان هو يحتفظ بما لديه من تاريخ، وان هو يقرر الاعتزال حاليا لكي يحتفظ بشعبيته ويخطط للمستقبل زي ما حضرتك قلتي من شويه، ان هو بيخطط لرئاسه برشلونه، وهذا الامر بيتحدث عنه بيكي منذ سنوات. حتى جماهير برشلونه دايما ما كانوا بيتكلموا عن بيكي بيقولوا رئيس النادي المستقبلي بسبب لغته في التصريحات اللي بتتميز بالانتماء او لبرشلونه، وان انا لن العب الى برشلونه والمعاداه لريال مدريد، الامر اللي بيحبه طبعا جمهور برشلونه. فكلها امور بيخطط ليها بيكي منذ سنوات، اللي ناجح جدا عامه على فكره بعيدا حتى عن الكوره في حياته المهنيه، بيمتلك نادي في اسبانيا وبيمتلك شركه تسويق كبيره جدا. فهو شخص يبدو ان هو كمان واعد اداريا مثلما كان واعد كلاعب كره وكمدافع، وحقق العديد من الانجازات في مسيرته. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي استاذ احمد فوزي، والحديث عن نجوم صنعوا تاريخ عظيم في عالم الكره لا يخلو من كتير من القصص الجانبيه. ولما بنسمع كده تراجع مستوى لاعب عظيم بحجم بيكي بيخلينا كمان نقول قد ايه قدره الشخص على اداره نفسه وعلى الحفاظ على تالقه وعلى العوده مجددا. معرفش ليه كل ما تيجي سيره لاعب في العالم او تيجي سيره المثابره والاستمرار والتالق نقول ربنا يحمي محمد صلاح برضه. بعد ما نرجع لحضراتكم بعد دقايق هنرجع نتكلم بقى مرة تانية عن مؤتمر المناخ، لكن كمان الاستعدادات لمؤتمر المناخ بدأت من بدري جدا من فترة طويلة في مبادرة وطنية لمشروعات بنسميها كده المشروعات الخضراء الذكية. مشروعات الخضراء الذكية هي المشروعات القادرة تقدم حلول. بالمناسبة كل رواد الأعمال في العالم نقدر نسمي الشخص رائد أعمال إذا كان عنده فكرة بتقدم حل لاحتياج موجود بالفعل. النماذج اللي هنشوفها بعد دقايق هي نماذج قدمت حلول، اشتغلت على مشروعات، فازت كمان في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. بعد الفاصل هيكون معنا عطاء جاد الكريم مؤسسة مشروع بنك المخلفات المصري، ودكتورة مروة أحمد مؤسسة مشروع ملاذ آمن للحياة البرية، وهنسمع منهم أكتر عن المبادرة وعن مشروعات كتيرة هتكون موجودة ومشاركة كنماذج لمشروعات شبابية في كوب 27. مساءكم خير. واحنا بنستقبل ضيوفنا الافاضل احنا مدركين انه كل المجتمع حوالينا، مش قادره اقول كل الناس، لكن في كل ازمه ومشكله في المجتمع بتظهر فرصه عظيمه اسمها شخص بيفكر، وبين مئات الاشخاص اللي بيفكروا بتظهر شخص جميل جدا ومتميز انه بيحاول او بيجتهد او بيخرج بحل للازمه. عشان كده احنا طول الوقت دايما نقول انه الازمه مش في الازمه نفسها، الازمه لما بنقف عندها وما نبقاش قادرين نقدم حلول ليها. اذا كان سعادتنا بمؤتمر المناخ هي كبيره جدا جدا، لكن سعادتنا اكتر انه على هامش هذا المؤتمر ظهرت كتير من المشروعات الوطنيه اللي بتقدم حلول حقيقيه بيئيه ومستدامه
في نفس الوقت. بنرحب ومتشرفين انه معانا النهارده دكتوره مروه احمد، مؤسسه مشروع ملاد امن للحياه البريه. اهلا بيك يا دكتور. حضرتك كيف عامله؟ نورانا. والاستاذ عطاء جاد الكريم، مؤسس مشروع بنك المخلفات المصري. نورنا استاذ عطاء. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هبدا مع حضرتك بقى استاذ عطاء، اتفضلي. عشان انا بنك المخلفات دي ايه يعني؟ لا يكون حلم قديم وانت اللي هتحققه لنا ان شاء الله. هي تعرف انا عندي ذنب كده، كل ما احط حاجه في الباسكت اقول ايه، انا عايز اعمل فصل مخلفات. بتشتغل على ده بالظبط ولا على حاجه تانية؟ على اشمل من كده طبعا، حاجه بالزبط. كبيره حلوه بقى. احكي بتعمل ايه بقى؟ هو احنا هي بنك المخلفات زي ما شرحت حضرتك، هو فعلا احنا متجهين ناحيه المخلفات، بس المخلفات بكل انواعها بشكل شامل، المخلفات البلديه، المخلفات العضويه، المخلفات الزراعيه. وانت بتسميها بنك؟ هي بنك بالفعل، ان هي فكره المشروع او وصف المشروع هو عباره عن مجمعات رئيسيه او مجمعات مركزيه للمخلفات ذات القيمه الاقتصاديه. المجمعات دي بتستخدم التطبيقات الذكيه، او في تطبيق بعينه اسمه منصه بنك المخلفات المصري. ودي منصه الكترونيه سهله. حضرتك اللي عاملها؟ الحمد لله. دي منصه الكترونيه سهله وسريعه الاستخدام، بتتيح خدمات كل المجمعات دي في اي مكان، هي اي مكان اداري او جغرافي هي فيه، في كل وقت وفي كل مكان. بتوصلنا للشمول المالي، بتوصلنا للرقميه، وبتوصلنا كمان للاهم، ان المجمعات دي تبقى سلاسل امداد رئيسيه للصناعه، للطاقه، للغذاء، سلاسل او مجمعات نقدر تكون في الريف المصري، تقدر تكون في كل الريف المصري، نقدر نخليها في افريقيا بالكامل، نقدر نكون احنا كمصريين مسؤولين عليها في اي مكان هي تكون موجوده فيه في مصر، في العالم، كمنصه عالميه او كمنصه دوليه للتداول الامن او التداول الاقتصادي للمخلفات. ما هي المنصه اكيد هتدير الفكره بالظبط، لكن على الارض بالظبط. هو الموضوع هو المشروع بزراعين، زراع ميداني طبعا وزراع رقمي أو زراع إلكتروني. الزراع الميداني هو المجمعات، المجمعات دي بتستخدم أفراد ومتعهدين لتكون في النهاية سلاسل إمداد للي احنا اتكلمنا فيه. والزراع الرقمي اللي هو المنصة الإلكترونية اللي بتدير العملية دي بالكامل، وبتعمل لها ربط بين كل الأطراف المهتمين أو المتداخلين، سواء متعهدين، سواء مصادر في الأول هو مصدر المخلفات، سواء منزل أو منشأة تجارية أو حيازة زراعية، أي زراعة كانت، كل حاجة هو ده المصدر. يتلو المصدر المتعهد أو المندوب على أو المتعهد عملية الجمع الآمن أو الجمع الشرعي بشكل مقنن، بيكون مرخص لهذا. يعني اللي حضرتك بتقوله ده مشروع ما ينفعش غير انه يكون مشروع قومي. هم ما اقدرش اقول للاسف، هو من حسن الحظ ان احنا في دوله في تتجه حاليا للشموليه في الحلول. والمشروع ده احنا فكرنا فيه وعملنا تصميماته فعلا، وشغالين فيه جزئيا في محافظه الاقصر من 2018، وعملنا تصميم التطبيق من الاقصر. انا بحب بتوع الاقصر. الله يحفظك. شوف الاستاذ عطاء بيتكلم وانا قلبي انشرح كده. شكرا استاذ عطاء. دكتوره مروه، دكتوره مروه قبل الهوا لحقت كنت في ثواني كده بحاول اسالها، بقول لها مشروع ملاد امن اصلا اسمه حلو جدا للحياه البريه، هي مالها الحياه البريه في خطر؟ احكي لي في مصر يعني احنا ايه المشاكل اللي عندنا؟ هو طبعا توجهات الدوله كلها طبعا حاليا لتحقيق اهداف التنميه المستدامه وتشجيع الاقتصاد الاخضر. تحقيق التنميه المستدامه ده ليه ثلاث ابعاد، بعد اقتصادي، بعد اجتماعي، بعد بيئي. المشروع طبعا مقدم من الديوان العام لمحافظه الفيوم، بيرأسها طبعا السيد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، وهو من احد الداعمين جدا لهذا المشروع. المشروع مقدم من مؤسسه فوربوز انترناشونال، ودي مؤسسه مهتمه جدا برعايه الحيوان وانقاذ الحيوانات على مستوى العالم. هو المشروع ببساطه ان احنا هنعمل ملاذ امن للحياه البريه. حضرتك عارفه ان الفيوم من المحافظات المميزه جدا بموقعها، ويعني موقع سياحي مهم جدا. من المقرر انشاء المشروع ده على 500 فدان عندنا في الفيوم، ان احنا هنوفر ملاذ امن للحيوانات البريه اللي هيتم انقاذها عالميا. المشروع مش بس عباره عن كده. اشمعنا في الفيوم تحديدا اختيار الموقع؟ عشان حضرتك، عشان دي بلدك، ولا في ميزه جغرافيه لهذا الموقع؟ هو طبعا في ميزه جغرافيه لمحافظه الفيوم. دي الرسومات التخطيطيه للمشروع ولا ايه ده؟
لا لازم نشوف ايه اللي على فيديو ده مشروعات الخضراء كلها يعني أوكي. حضرتك هتلاقي ان هو افتكرت ده الحياه البريه كنت اجي اعيش معاكم. ايه الحلو ده الملاذ الامن بتاعنا ده حلو ده هو طبعا برضو المقدم المشروع المؤسسه دكتور امير خليل معانا المسؤول الاستجابه السريعه هو برضو اصله من محافظه الفيوم المشروع مش هيبقى عبارة بس عن ملاذ آمن ده كمان هيبقى في وحدة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي الزراعي اللي استخدمها لاستخدام المياه بتاعتها في المحمية هيبقى فيه بالتعاون طبعا مع وزارة البيئة لأن هي المسؤولة عن قطاع المحميات. حضرتك قلتي جملة خطيرة أنا مش قادرة أفهمها ده يكون ملاذ آمن لكل الحيوانات البرية اللي بيتم إنقاذها في العالم لان هي المؤسسه بره ليها نشاط عالمي ليها نشاط عالمي فهي طبعا الحيوانات اللي هو بيتم انقاذها لازم بيكون ليها مكان المشروع بس مش عباره عن كده كمان هيكون فيه هيتعمل زي نزل سياحيه للسياح اللي يحبوا يقضوا وقت في المحميه حوالي 20 نزل صديقه للبيئه يعني دي نقدر نقول عليها محميه مش طبيعيه محميه صناعيه هنعمل محميه هنعمل محمية هتبقى طبيعية لأن هنحاول نوفر بيئة ملائمة للحيوانات اللي هتيجي تعيش فيها كمان هيتم زراعة أشجار بالتعاون مع وزارة الزراعة عشان نوفر بيئة ملائمة شوية للحيوانات دي هيكون في كمان يعني من المقرر ان احنا نعمل وحدة إعادة تدوير لمخلفات الحيوانات ممكن هنستخدمها في صناعة الورق اللي هيستخدم كمان هيكون في يعني مركز لتدريب الاطباء البيطريين ان احنا يبقى عندنا جيل من الاطباء البيطريين المدربين اللي حضرتك بتقوليه واستاذ عطاء كان بيقوله هي مبادرات ما اقدرش اقول اقل من انها طموحه جدا طبعاً. وكبيره جدا طبعا بعد الفاصل هنرجع نسال هو احنا ازاي اتحاسبنا طيب فوزنا اكيد على اساس يعني حساب جامد يعني اكيد في تقييم كان عميق لهذه المشروعات وجدواها وقيمتها الاقتصاديه او البيئيه بعد الفاصل هنكمل مع الاساتذه ضيوفنا الافاضل عن المشروعات الفائزه في المبادره الوطنيه المشروعات الخضراء عجبني قوي الاسم ده بعد الفاصل نكمل مع حضرتك مساءكم خير لما بنتكلم عن مبادرات وطنية لمشروعات خضراء ذكية يعني أستاذ عطاء حتى نبهني كده قال لي مشروعات خضراء وذكية لازم تكون بتقدم حلول فعلا فيها أعتقد ذكاء اصطناعي تطبيقات بالزبط. إلكترونية تضمن أنه المشروع ده يتناسب مع العصر اللي احنا فيه أنا عندي سؤال بس عايز أرجع خطوة لورا كده أستاذ عطاء عن المظلة بتاعت المبادرة عشان نقدر نفهم كمان مع حضراتكم مستقبل المشروعات العظيمة دي المبادرة طلبت ان الناس تتقدم في هذه المسابقة مظبوط ده حتى احنا فاهمين ايه اللي المبادرة تقدر تضمنه لحضراتكم للفائزين في هذه المسابقة المبادرة والقائمين عليها والدولة اللي دعمها سيادة الرئيس مشكورا حاظت المبادرة برعايته واهتمام دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المتداخلة لا الدكتور محمود محي الدين هو رائد المناخ ومطلق المبادرة وهو مبتكرها لأن هي ابتكارية على مستوى العالم يمكن كان النموذج الأول ليها المجموعة دي أو القامات دي كانت عارفة هي عايزة إيه من إطلاق المبادرة فهي بالتالي حشدت كل ما يمكن من وسائل الدعم وسائل التدخل من البنوك من البورصة المصرية من منظمات المجتمع المدني القوية من الأمم المتحدة والمكاتب الأمم المتحدة الموجودة في مصر والتواصل مع الجهات أو الجهات المقرضة أو البنوك المقرضة عالميا وداخليا وخارجيا ودي الوعود اللي او دي التحركات الحقيقيه اللي احنا شفناها فعلا انه دي اهم المخرجات ان المشروع ده مش بس يكسب انه يتحقق لانه يتنفذ انه يتطبق فعلا لان هو الـ 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 المرحله دي او الدوره دي من مؤتمر المناخ هي يعني هي دوره تحقيق الوعود او تنفيذ الوعود او التطبيق صح فبالتالي لابد يكون في تفعيل حقيقي بالظبط انا هستاذن حضرتك دكتوره هبه سليمان منسق المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه في محافظه بورسعيد معانا على التليفون اهلا بيكي ومساء الخير عليكي دكتوره هبه
مساء الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. كنا عاوزينك تبقي معانا النهارده ان شاء الله فرصه ثانيه باذن الله اكون مع حضرتك. دكتوره هبه، اشرحي لنا اكتر، يعني استاذ عطاء كان بيكلمنا عن التوقعات المتسابقين من هذه المبادره او اللي هم بيتوقعوا ان يستكمل بعد فوزهم. انا عايز اسمع كمان من حضرتك عن خلفيه التنسيق في محافظات مختلفه وازاي تم جمع المشروعات وازاي تم تقييمها كمان. حاضر يا فندم، احنا في محافظه بورسعيد تم تشكيل اللجنه التنفيذيه للمبادره في 16 اغسطس ومن وقتها الحقيقه واللجنه التنفيذيه كانت يعني ماشيه في اتجاهين اساسيين. اولا انها تعرف الناس على المبادره على القنوات الاعلاميه المختلفه للمحافظه، صفحات المحافظه، تجمعات الصناعيه، تجمعات رواد الاعمال وما الى ذلك. وفي نفس الوقت كانت اللجنه التنفيذيه بتقدم دعم فني للمتقدمين بحيث ان هم يكتبوا البروبوزلز او عروض المشروعات بما يتوافق مع يعني المبادره وشروطها ومعاييرها المختلفه. طبعا زي ما حضرتك عارفه كان تاريخ انتهاء التقدم للمبادره كان 18 سبتمبر. من 16 اغسطس ل 18 سبتمبر كانت قدم في بورسعيد 114 مشروع. ده في بورسعيد بس؟ في بورسعيد بس. ال 114 مشروع دول منهم ما كان متوفي كل متطلبات التقدم للتقييم 55 مشروع. بعد استبعاد المشروعات اللي اقرتها او اقر استبعادها مقيمه وزاره التخطيط ان كان المكون الاخضر فيهم غير واضح او كان المكون التكنولوجي غير واضح او كان مجرد فكره غير قابله للتطبيق 31 مشروع. ال 31 مشروع دول اتحكموا بلجنه التحكيم، كان طبعا زي باقي المحافظات فيهم افراد من وزاره البيئه ووزاره الاتصالات وفيهم عدد 2 مقيم خبير من وزاره التخطيط بالاضافه الى باقي اعضاء لجنه التحكيم اللي كان شكلها سيد المحافظ اللواء عادل الغضبان. تم تحكيم المشروعات ال 31 وتم تسقيط 6 مشروعات للمنافسه على المستوى القومي. لكن سياده المحافظ كان مهتم جدا بترتيب جميع المشروعات اللي تقدمت، وفعلا احنا رتبنا الكاتيجوريز عندنا من الاول للاخير في شتى الفئات، كبير الحجم ومتوسط وصغير وشركات ناشئه ومبادرات غير هادفه للربح ومشروعات مرأة، لانه سياده المحافظ كان شايف انه هذا الانتاج اللي تم في المبادره مش مجرد ان احنا هنتقدم بيه للمنافسه على المستوى القومي وفقط، لكن هو كان يعني حابب انه يتم الاستفاده من هذه الافكار. طبعا ده نوال تغيير شكل المحافظه اذا تم دراسه كل هذه المشروعات يعني. بالظبط بالظبط، وده اللي تم كوري. وده اللي تم فعلا. وسياده المحافظ التقى بجميع من خضع مشروعه للتحكيم، وزي ما بقول لحضرتك احنا رتبناهم من الاول للاخير في كل فئه، وان شاء الله في الفتره القادمه اعتقد ان هيكون في تواصل مع الناس ونبدا اننا نشوف الافكار اللي بتساهم في الخط التنموي للمحافظه بحيث اننا نقدر اننا ان شاء الله نشتغل معاهم باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هبه سليمان، منسق المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه في محافظه بورسعيد. عوده لدكتوره مروه. دكتوره مروه كانت بتكلمنا عن مشروع ملاذ امن للحياه البريه، وهو مشروع بحسب كلام دكتوره مروه حاجه ضخمه كبيره مش بس اقدر اقول وطنيه انما عالميه. فتنسيق الجهود، الاستثمارات، زي ما استاذ عطاء بيقول المبادره الوعد والتمكين ان هي تحطنا في دائره التنفيذ. ايه اللي حصل مع حضرتك او ايه الخطوات اللي تقدري تقولي مبشره باننا نقدر نبدا مشروع بهذا الحجم؟ هو الحقيقي ان بناء على تكلفات السيد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، احنا بالفعل بدانا ناخد خطوات جاده في ان احنا نحاول ناخد الموافقات لتوفير الارض لتنظيم التعاون مع المؤسسه بحيث ان المشروع يبتدي يكون على ارض الواقع، لان هو المشروع هيكون سبب في جذب سياحي مش اقل يعني ما لا يقل عن 500,000 سائح سنويا هيبتدوا يدخلوا لمصر، ويعني وهيبقى فيه طبعا انتعاش اقتصادي، توفير فرص عمل سواء طبعا للسكان المحليين، وزي ما قلت لحضرتك هيكون في مركز تدريب، فحتى هيكون عندنا جيل من الاطباء البيطريين المؤهلين في مجال الحيوانات البريه.
كمان هيكون سبب في انتعاش اقتصادية يعني للمحافظة وللبلد كلها، لأن السائح اللي هيدخل يزور الملاذ الآمن هيحب إن هو يشوف باقي المناطق السياحية الموجودة في الفيوم، فطبعا هيعمل انتعاش اقتصادي رائع. الفيوم حلوة لوحدها مش ناقصة جمال يعني، لكن أعتقد إنه مشروعات بالحجم ده. أخيرا أنا عندي سؤال يعني أسأله لحضراتكم يعني أستاذ عطاء والدكتورة مروة، مشاركتكم في كوب 27 احنا رايحين نعمل ايه ببساطه كده؟ احنا رايحين ننتهز الفرصه، احنا رايحين كمصريين نقدم حلول حقيقيه. احنا رايحين مش رايحين بافكار، احنا رايحين بتكاتب بالظبط، احنا رايحين بمشروعات، رايحين بدعم حكومي كبير، ورايحين ان احنا حولنا او بيهم معاهم نحول اكبر مشكله موجوده على الكوكب لاكبر مورد موجود على الكوكب اللي هو المخلفات، نقدر نحولها من مشكله لمورد بس بتفعيل الوعود في المؤتمر. ده انا تفعيل وعود، ده انا هتابع مع حضرتك فندم. ده الوعود دي لو ما اتفعلتش احنا هنزعل كلنا. استاذ عطاء يعني بتتكلم عن مشروع قومي، انا اعرف ناس سياح يعني بيجوا مصر بيبصوا على المخلفات اللي احنا بنتعامل معها كده باهمال وعشوائيه انها ثروه حقيقيه مهدره. فحضرتك بتقولوا ده كلام مهم، استكمالا لكلام استاذ عطاء، حضرتك رايحه مش عايزه تشاركي ازاي؟ ايه اقصى امل ليكي في المشاركه في كوب 27؟ طبعا حابين ان المشروع يعني يشوف النور ويكون موجود على ارض الواقع. حابين يكون في انتعاشه زي ما قلت لحضرتك قبل كده اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لان المشروع بيخدم فعلا كل الابعاد اللي هي ذكرتها لحضرتك، ابعاد التنميه المستدامه. ان شاء الله نتمنى قريبا نشوفه على ارض الواقع وندعو حضرتك لزيارته باذن الله. يا رب انا جايه كده كده الفيوم. يا تنورينا يا فندم، تنورينا. انا دكتورة مروة احمد مؤسس مشروع ملاذ امن للحياه البريه، واستاذ عطاء جاد الكريم مؤسس مشروع بنك المخلفات المصري. شكرا. اهلا بحضرتك، نورتونا فعلا في التاسعه. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.